السلام عليكم. اليوم جيت نسرق فكرة مسروقة باش انتم تسرقوها بعينكم ونولوا سراقين. هل يوجد فرق بين سرقة الأفكار والابتكار؟ نعم يوجد فرق. سرقة الأفكار مولها مخاهم قاري، والابتكار مولها مخاهم ديماري. واحد النهار ريحت مع صاحبي في القهوة، قال لي كاش جديد؟ قلت له غير قديم ونحدو فيه. قلت له غادي ندير واحد الفكرة ما كاش لي دايرها. قلت له غادي ندير فيديو على الحجر، وقلت له اسمع غادي ندير به باز. ايوا تفركتنا رحت للدار درت اليوتيوب، تلاقيت صاحبي حط فيديو على الحجر. السيد شوكاني ما امنش عقلي، 5 دقائق دار مونتاج وخمم له وحطه في القناة تاعه. هذا ما سرقش الفكرة في غرده، تسمى مسموه سرقة الافكار سبايدر فار. كاين بزاف ناس عندهم افكار في راسهم وما يقدروش يحكوها لاصحابهم، يخافوا. لا كاين اللي يقرا سيناريو تاع شخص اخر او فيلم او مسلسل تعجبه الفكره يديها كيما راهي ويخدم عليها حرف بحرف، يعني كوبي كولي. يعني هذا الشخص ما راش عايش معنا في الدنيا، راه غير زياده فوق الارض، راه كي شغل خضره فوق الطعام. ما معنى الملكيه الفكريه؟ في 14 يوليو 1967 أنشئت المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ستوكهولم. فما هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، لذلك جاءت القوانين الدولية لتحفظ لصاحب الملكية حقه المعنوي والمادي وتشعره بالأمان الذي يدفعه لمزيد من الإبداع. وهي تتعلق بجميع مجالات الاجتهاد الإنساني، حيث تتعلق بالجوانب الصناعية كالاختراعات والاكتشافات والعلامات التجارية. وتتعلق بالجانب الفكري من حق التأليف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور والتماثيل والتصميمات الهندسية إلى آخره. وفي وقتنا هذا يشهد المبدعون عمليات سرقة واسعة لأعمالهم التي سهروا الليالي من أجلها، ليأتوا لصوص الأفكار ويسرقوها ليستخدموها لأغراضهم الخاصة دون الإشارة لأصحابها الحقيقيين بكل بساطة وعدم احترام. الله يعطيكم مصيبة يجدكم. بانت تاع كوبي كولي تاع النقل. نعطيكم مثال بعض المسلسلات التلفزيونية ناقلينهم من مسلسلات أخرى وأفلام أخرى، مثلا عاشور العاشر. المخرج نسيم بومعيزة يفجر فضيحة، يتهم جعفر قاسم باللي سرق له عاشور العاشر. كوبي كولي كيما راكم تشوف بلا ما نزيدونا هادرو. هاي دورة شابة كيتان دوريجين، دورة شابة بنينا بالكرعين. كوبي كولي كيما راكم تشوف بلا ما نزيدونا هادرو. هادو المسلسلات انا واحد من الناس نتبعهم نبغيهم، شوالا كلمة الصح تنقال. ماذا بينا خطرة جاية ننمو عقلنا باش نديرو الابداع ونخدمو حاجة من قلبنا ومن عقلنا ومشي بالنقل. ربي اعطانا عقل باش نخدموه. الى كنت انت مبدع بين الابداع تاعك، والى انت كنت نقال غير قعد في قولك خيميت حولك. رانا وصلنا الى نهاية لافيديو، راني مشارك في مسابقة بودكاست عربية، ماذا بكم تعاونوني بجام وكومنتار.
نحبكم يا جدكم. سلام.